الكرام، مرحبا بكم في اول جوائز الفوت شامبيون. اذا كانت حلوه، اذا كان الحظ فيها اسطوري، راح يكون عندنا فوت شامبيون، يعني الاسبوع الثاني راح يكون اسطوري، راح نجرب فيه لاعبين، نفتح نسوي تحديات، يكون عندنا فلوس. لكن اذا كان الحظ خرا فيعني راح يكون فوت شامبيون عادي. فنطول عليكم ايها الاخوه والاخوات، ايها الساده الكرام، نتوكل على الله ونروح للديفيجن رايفلز، وجايبين مرتبه اولى علي ايها الاخوه، وراح ناخذ الباكجات اللي تنباع. بسم الله الرحمن الرحيم. افا مرتبه ثانيه ينزلوني عيال الكلب ليش؟ شوف ها بدايه الطعنه والغدره يا اي اي. نروح لجوائز الفوت شامبيون واللي هي عباره عن جولد 2 ايها الاخوه والاخوات. يعني مرتبه ثانيه جولد 2، احنا نحب رقم 2، يعني رقم 2 طيب. اوكي 45,000 كوينز، يا سلام. حزمه ذهبيه نادره، حزمه ميجا نادره، اختيار لاعبين وتاهل تلقائي للفوت شامبيون القادم بسم الله على بركه الله. نبدا بالحمر ايها الاخوه والاخوات. انا ما ادري وش تشكيله هذا، عشان كذا انا ما ابغى ادري، عشان لو دريت اكيد في راشفورد وفي كم واحد طيب ان شاء الله. ونبدا على بركه الله من اليمين لليسار، ويا رب رشرد الشيطان يا شيخ. يعني هذا شو سريع، يعني اخترته انا لانه سريع، واربع اربع ويلعب في الدوري الفرنسي بس لانها عنده زبال. ما نبغى سوبر سب، طفشنا احنا. طول انا طول حياتي في البلا مال ذي عندي سوبر سب، والمشكله ما استفيد منه ترى، ما ادخله يعني، ما له فايده، بس كذا اضحك على نفسي سوبر سب. ما ابغى سوبر سب، ابغى اساسي. الحاله هذه حاله، يلا يشبكون خط اخضر مع بعض. يلا اذا حبينا نسوي دوري فرنسي عندنا ظهير، يعني هو صار عندنا 200,000. حلو، لو صرنا بعنا تشكيلتنا الان راح نكسب الكثير من المال. عندنا 7 باكجات ايها الاخوه، مستحيل ما يطلع فيها ووك اوت واحد، مستحيل. انا استبعد هذا الكلام. فاول شيء نبدا بهذا الباكج اللي هو يعتبر اضعف باكج، ودائما اذا اول باكج ووك اوت يعني الحظ في باقي الباكجات اسطوري. فبسم الله الله يقطع يا اخي اللمبه، ما لمت الحق. ايش ذا؟ ايش الازرق هذا؟ هذا الباك على بركه الله بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي شاشات تدتش تدتش يا غثيث يا نشبه. شاش حلو، يلا حلو. ما ادري ابيع ولا خلي روني، طلع لي روني الاسطوره. عندي ايكون هنا، وكومباني صار مدرب الجزء الماضي كان لاعب، الحين صار مدرب سبحان الله. يلا الباك اللي بعده بسم الله. يلا خلاص دخلنا في الثقيل، يلا بسم الله. خب الباكجات خبها. الباك اللي في النص انا دائما افتح يمين ولا يسار، المره دي نخدع الحظ. خامس رودريغيز، قبل كم يوم كان وانس واتش. يلا الباك الاول راح، الباك الثاني ان شاء الله خير باذن الله. سوله، بما انه باقي لنا باكج واحد بس يا اخوان خلينا نجيب الكرسي القديم. بسم الله يا رب، باكج يعوضنا كل الباكجات اللي راحت. انا ما عندي مشكله في الماضي، انا يهمني المستقبل. بسم الله. رودري 85 يسوى ذا يجيب فلوس؟ طب جيبوا لي جنبه واحد كذا 30,000 40,000. هذه هي الجوائز، ورجعنا للمعاناه. اذا ما تطورت تشكيلتنا يا شباب والله ما نسوي شيء في الفوت شامبيون. بقول لكم انا الزبده من الان، اذا تشكيلتنا ما تطورت ما عندنا لعيبه، الفوت شامبيون الجاي راح يكون جولد 2. لا حد يقول لي بعدين انت نوب، لا عندك تشكيله والله تجيب ارقام. انا خلاص هذا الشيء اقتنعت فيه مؤخرا، ما عندك تشكيله ما تجيب ارقام. اكيد سميدو الان اكيد ابيعهم ذولي كلهم بخساره، هذا مشتريه بثواني 40 يا ولد. شوف كم ذحين، ها شوف شوف شوف. لو ان شاء الله اسوي تشكيله سعوديه، بس اهم شيء اني العب تشكيله جديده في الاسبوع القادم. وديبالا ما ينباع طبعا، رجل الاسبوع هذا هو، او افضل لاعب في الاسبوع هذا، افضل بطاقة جربته في الاسبوع هذا اللي هو خلاص خلص، اللي هو ديبالا. طبعا مع ديبالا جبنا جولد 2 ايها الاخوه، راح يكون ظاهر ايوه، وراح اعرض اللعيبه برضه اللي طلعوا لي في الباكجات. يلا على ما ينباعون يا شباب، نفتح باكجات المتابعين ثم نعود. الصديق العزيز فيصل جاب اليت 3 ما شاء الله تبارك الله من اول اسبوع، وعنده باكجات قويه قويه، ويبغى بس ووك اوت واحد. هو قال لي بس يعني ووك اوت واحد راضي صح فيصل؟ رب الكعبه ما قلت واحد بس يلا. لا كم تبغى كم؟ قول لي قول. يلا اللي يجي منك والله ما ردك يعني. لا 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 قول لي نفس الكلام اللي كنت تقوله امس. وش بطني معورني بعدين سولف. طيب اوكي الان ناخذ اللي تنباع صح؟ لو مرتبه اولى ليش نزلوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ورب الكعبه متكتر. إلي 3 ما عليك فيصل، عندي 70,000 ما شاء الله الصلاة على النبي، ولاعب مضمون من تشكيلة الأسبوع، وخمسة يطلعون لك في البيك اب بلايرز. فبسم الله يقول لك ابدأ من اليمين تياما. يلا 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 بسم الله. يلا يا رش 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 ما عليك. يلا معنا 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 يلا 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 هنا رش رش بسم الله. تكفى رش رش اللي يجي منك يلا هنا ويرنر هنا ويرنر بسم الله
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا رب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوه ديباي 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 ولا كلمة والله كويس والله حلو والله حلو ديباي حبيبي والله ديباي جاي ولا كلمة. اقسم بالله بخزات الارض عندك شفت اقوى بخزات هذا. اوكي هذا 50,000 صح. يلا بسم الله بسم الله هنا هنا حيطلع لك الحظ الكويس صدقني هذاك. يلا بسم الله سوسكب 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 الله يقهر سوسكب. طيب يلا اصبر بس عشان نشوف اللاعب يعني عشان ايش. ايوه يلا يلا طيب هو مسعود وزيل اسطوره طلع لك وطلع لك رودريجو مدريد. ايوه اللي تعرف لما يطلع ووك اوت كذا واقوم من الكرسي ابعطيك اياه من الان كذا من الان شوف. بسم الله يلا تكفى ابو شاشات هنا ما ياخذ 100,000 شاشات ما في الباك الاول وحق 100,000 روح يعني الحظ الخرا راح فيه خلاص الان بيجي الحظ الحلو. يلا حنخرسهم في البارت حيكون في صياح في البارت. يا يا فهد يا صاف يا صاف يا يا انت في 100,000 حتى من الشاشات. فيصل عندك فرصه انك تخليها لبكره ابو شهر. روح 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 يلا بس خلاص اذا مو مصر عادي خليه يعني حتى ما هو مندي يعني حتى ما هو مندي لعن ام القهر مندي اتوقع مو شاشات. طيب اروح اتوضى وجهي اروح اتوضى وجهك. يلا يلا بابا اتوضى والله لا اروح اتوضى والله عشان تكفى دق يا واحد دق على رقمي على ان كذا امي وانا برد هلا والله شغله ضروريه. بسم الله هذا هذا باكج 100,000 يا اخي لازم يطلع فيه شيء كويس. بسم الله الرحمن الرحيم يا عيال حتى ما في شاشات بطني لا شاشات شاشات معلى معلى سيدي رودري رودري عشان نكون انا وياك متساويين يعني تمام رودري يا سلام. طيب اسمع اسمع الحزمه الامثل وافتح الباب الباك بالركبه الركبه كويسه ترى حظك كويس. يلا يلا على بركه الله. العربي مو وكاوت مو وكاوت الحمد لله ذا شغله بيطلع لي الحمد لله كويس لاعب النصر العربي. شفت راح حين يصير جلتش يطلع لك اللاعب الانفورم وجنب مارسيلو طلع لك. اوه ديمبلي ديمبلي والله يسوى فيصل والله يسوى والله. شفت يا اخي يوم بدلنا الكرسي طلع ديمبلي حلو يعني خلينا على الكرسي ذا. الباك الاخير بخشمي ايها الاخوه ماشي تتكلمني ذا من فرنسي الظهير اللي طلع لي اللي طلع لك حلو 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 حلو. اسمع الان لو تعطيهم كويكسل كلهم الثلاثه تاخذ على 30 تاخذ 30,000 كوينز. حلو والله والله حلو حلو خلاص نقطع ام الصداقه ها خلاص الواد من الواد والله مو مشكله. انا لو تبغاني انا احذفك اكون سباق في الموضوع ما عندي. هو شوف لما ترفع سقف الطموح ما يعطونك لكن لما تكون كذا انسان متواضع. يلا يا شباب الباكات الثانية او يعني احنا ما نجح احنا ما كان عندنا علاقه كويسه مع فيصل. الان جاء دور عصام. بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله, بسم الله. اوكي طلع لك بريخ حلو يعني ذحين بيطلع لك رش رش الله يسعد اهلك على اللاعب الطرف الكام ده والله سريع. يا ولد ووك اوت ووك اوت ادرك ادرك مين برازيل سيدي كازيميرو كازيميرو الله اكبر تستاهل يا شيخ تستاهل الله عليك. يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده يلا هذا ووك اوت من اول باك عبود الاهلاوي خوي اللي يطلع معي في فلوقات تحت الباكجات جايب جولد 1 وجايب رانك 1 اعتقد في الديفيجن رافز. حلو 50,000 والله طيبه. يلا بسم الله الرحمن تبغى رش رش مع قول ابغى اي شيء كويس اي شيء حلو اي شيء انا احب اي شيء لا يا شيخ لا 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 اصبر اصبر ايش هذا بسم الله دليني كويس ترى حول حول على شو اسمه ذا المانيه اول باك لا تقعد تقول يعني ما ادري ايش ووك اوت شاشات شاشات او جارث بيل جارث بيل شفت ايوه حلوين حلوين ليتس جو يلا 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 بسم الله اللي بعد ووك اوت يا مجنون يلا يلا تكفى تكفى اي اسبانيا لا اسبانيا لا لا راموس استغفر الله الله يقطع شكل ديفيد ديفيد سيلفا يا ولد حلو شاشات ايطالي حارس بوفون الاسطوره اوه حلو دانوراما ايوه اذا حولت ايطاليه ترى دانوراما عندك فرنسا اصبر اصبر البي الله يقطع طلع نفس اللاعب الخرا انفورم انفورم حلو حلو لينو يصير حتى عندك حارس في الدوري الانجليزي. يلا اخر باك دودي وكو وكو صمت 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 فرنسا السي بي
لابورت الخره لابورت طلع مره ثانيه الغثيث ادامه حلو حلو ادامه ادامه حلو والله ما تقدر تقول شيء اسمع طلع لك اثنين ووك اوت يا شيخ سري بس بديح جايب جولدون يبغى حظ يعني فيصل جايب إلي 3 وما قال شيء ها يا بشو يلا ان شاء الله ووك اوت يا يلا يجي ووك اوت وفور ادركي بديكي بديكي سيديم ويتسل ويتسل حلو حلو يا شيخ يقطع امه بام ووك اوت زلخة اقسم بالله انك اكثر حظ في العيال كلهم والله يا رب اي والله اعلام فرنسي البي لا يا ابو شو ودي ودي يا مجنون ودي كم فلوس كم فلوس يا لا 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 والله من جد القاعدة تقول خليك قنوع يجيبوا لك باكيجات بسم الله بسم الله بسم الله حمر 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 في الشامبيون يلا احفلوا انزي لا سبع باكات اوه تفتح باكيجات الباكيج اللي بعده ريشارلسون حلو اما نق والليل والله بايع ب70 يا يال يلا اللي بعد بسم الله اكيد حيكون عندك ووك اوت مستحيل وانا 85 ترى حلو والله يلا هذه 55 هذه في ووك اوت ما في ووك اوت والله قلت حيوة اوه حلو سميدو لا والله ريكاردو فريرا خرا يلا اخر باك اشوف اللاعب باذن الله ووك اوت ووك اوت ازرق اسود مدري ايش ارجنتيني ارجبلو ميسي 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 صمت صمت صوت 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 مع بيبي يا رجال مع مريري كم جايب يا خوي نامي كم جايب اتوقع 24 تبغى ذا اكيد ها انا ما قد طلعت لك شيء كويس صح لا والله اوه ادرسون وبريخو يقولون ادرسون كذاب لا والله انه تراب تالي يا اخي ايش فيك انت ما في تفاول اوه حلو ها تتفاول ولا ما تتفاول ليتس جو كم ذا كم فلوس يلا بسم الله باكات طيبه ان شاء الله ووك اوت يا مدير الشرطة أبو مياك مبروك مبروك يا شنب أبو مياك ألو نامي ولد مبها أطلع لك ووك اوت الليلة ليلتك يا ولد الله أكبر ليتس جو أوبا العلم اللي ما يخذلك يطلع لك تعرف أنه رجع بيساكة يا مدير شكرا بيساكة كم هذا من فلوس كثير هذا فلوس الله بسم الله ما شاء الله الصلاة توقع باكيج 55 هذا ولا يلا بيرزيتش شت والحين عبد الله لا ما تعطيك وكسل انت نصراوي لا ايه معليش يا حبيبي طلع لك اوبا ما مديك تقول شيء يلا بسم الله باك حق انها بسم الله يلا على بركة الله يلا بسم الله يا رب ووك اوت يا رب ووك اوت يا مدير الشرطة الماني مين؟ ويردر يا مجنون مرة ثانية يا رب يا الحب انا اطلع للناس باكيجات وانا خرا اكتبهم من القهر بس والله مبروك تستاهل يعني شفت لو ما اعطيت حمد الله كوكسل كم ما طلع لان انا بعدت عنك الفقر يا خوي الاسبوع اللي راح فقير الحين غني شكرا والله بسم الله ما شاء الله بعنا اللي عندنا في النادي او اللي حطيناهم في قائمه انتقالات كلهم انباعوا وصار عندنا 330 الف ايها بال 333 الف راح نجيب هذه التشكيله اللي يعتبر دفاعها ممتاز وسطها ممتاز وهجومها ممتاز حاول جرب عناصر في الالتيميت تيم بقدر المستطاع عناصر جديده ما نبي نقعد نكرر الاسماء فبسم الله خلينا نبدا نشتريهم من الدفاع الى الهجوم نبدا بكارلوس
أوه خلصنا يا شباب والأمور تمام. المرة هذه جبناهم كلهم مع الكمستر السائل اللي ينفع عليهم. باقي بس فابينيو نشتري له شادو بس. والله طفرنا أيها الإخوة، ما عندي شادو لكن عندي المحفز. أعطيه المحفز يا عمي عشان يتحفز. إذا مرة جاهزين. بس قبل ما نخش في شيء مهم لازم أوريكم إياه. أيوة مباراة واحدة هم يعطوني 30 على المباراة. مباراة واحدة أخش ديفيجن 1 ويعطوني 50,000 كوينز. فلازم أفوز في المباراة الجاية وإن شاء الله أنها ما تهج. يعني مباراة حتكون كذا بنفس أجواء الفوت شامبيون. على بركة الله أيها الإخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اسم تشكيلته ترى بوكس. لا كيف دي جول؟ دي جول دايموند. يلا خلاص عاد. الله عليك يا لوكاس مورا، وحش وحش. احبك. اغلط كذا يا شيخ، كثر منها الله يخليك. نروح ديفيجن 1. فابينيو مجنون والله. يقول لك لا تلاعب فابينيو ثقيل، انت الثقيل. شوف ديبالا والخطه، كيف وصلت ديبالا، كيف تمرت ديبالا. شوف ديبالا لما ندخل العب برو سليشن يا شباب. لا هذه هدف صح. شو يقول سمعني ذا البزر. يلا ديبالا يا ولد، هذا قوي، هذا اللي لف ويعطيك. ايوه يا شيخ الله على هذا. ايش فيه؟ ما حسبها الحاكم الكلب، صفر مع اني عند مرمى. الله ياخذ ابليسه. ديفيجن 1 لا ها ديفيجن 1 ولا ايش؟ يس ديفيجن 1 أيها الإخوة، 50,000 كوينز يا عيال. يا عيني والله تفرق، والله تفرق. واللي راح يفرق الآن حلو إنه رويس بسم الله ما شاء الله عليك دوبنا اشتريناك ب 36. الله يستر عليك الدنيا وآخرة. مو حق فوت شامبيون، حق ديفيجن رايفلز. طقطق أنت والشباب ثاني. لا تفكر تجي النادي عندي مرة ثانية إلا وأنت ولا يعرف يلف ولا يعرف يناول ولا يعرف. حنا حنوقف هنا يا شباب. إذا كان عندكم اقتراحات للجانب اليسار طبعا لازم يشبكون كلهم خط أخضر مع بعض. أنا اللي في بالي أحط ديبالا وأجيب هنا مرة ثانية شو اسمه الرجال الطيب، وأجيب هنا ألكساندرو. يعني أرجع أجيب حقين اليوفي مرة ثانية. ألكساندرو أنا ما مشاني في الفوت شامبيون الماضي لكنه كان سيء يعني. ذا شيء ثاني، اقتراح ثاني اكتبونه تحت في التعليقات. نراكم إن شاء الله على خير في الفوت شامبيون. السلام عليكم. 3000 كوينز يا عيال حتى في نفس الباكج. شوفوا الحظ كيف. شوف 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 يا واد فيصل، حتى كوينز ما طلع له في الباكجات.